نكتشف هذه الأيام كواكب خارجية تبعد عنا آلاف السنين الضوئية. ننزل إلى أعماق المحيط ونصل إلى أعلى قمم الجبال. نحن ندرس فيزياء الكم ونصنع أجهزة كمبيوتر كمومية، ولكن لسبب ما ما زلنا لا نعرف شيئا عن هذه الأضواء الغريبة في سماء الليل. بعضها لا يزال غير مفسر، وبعضها قد يتحول إلى اكتشافات غير متوقعة، والبعض الآخر عبارة عن خداع كبير. لنبدأ بالكرات المحترقة الأكثر غموضاً. تظهر هذه الأضواء بانتظام بالقرب من مدينة مارفا في غرب تكساس. تظهر هذه الأضواء بحجم كرة السلة فجأة من العدم في منتصف الليل. تومض وتنقسم إلى قسمين وتطير إلى السماء عدة مرات في السنة. لعدة أجيال رأى الناس أضواء زرقاء وبيضاء وصفراء وغيرها، ووجود هذه الأضواء ليس أسطورة بل حقيقة أكدها العلماء، لكن ما زال عليهم تفسير طبيعتها. لاحظ أحد الرعاة المحليين أضواء مارفا لأول مرة في عام 1883. في البداية اعتقد أنها حرائق أشعلتها طائرات الأباتشي. أخبر الجيران الراعي أنهم رأوا الأضواء الغامضة أيضا. قرروا جميعا التحقق من نظرية طائرات الأباتشي، وتبين أنها غير صحيحة، ولم تكن هناك آثار لحريق في المكان الذي كانت الأضواء تحلق فوقه. ثم في الأربعينيات رأى الطيارون في أقرب مطار في ميدلاند أضواء مارفا، وأرادوا أيضا معرفة سر هذه الظاهرة، لكنهم لم يكتشفوا شيئا. رأى المزيد والمزيد من الناس الأضواء الغريبة، وكان الكثير منهم على يقين من أن الأضواء كانت عبارة عن بعض السفن التابعة لحضارة غير أرضية، وقال آخرون إنها أرواح هائمة، لكن النظريات العلمية بدت أكثر واقعية. أجرت مجموعة من طلاب الفيزياء تحقيقاتهم الخاصة، واكتشفوا أن الأضواء هي المصابيح الأمامية للسيارات التي تمر على أقرب طريق سريع. حسناً، بعض الأضواء تشبه المصابيح الأمامية، لكن ماذا عن تلك التي تحلق في السماء وتغير ألوانها؟ قد يكون خداعاً بصرياً يحدث عندما تضغط طبقة من الهواء البارد على طبقة دافئة. يمكنك ملاحظة التأثير البصري نفسه في المحيط عندما يبدو لك أن سفينة تطفو في الهواء في الأفق، ولكن إذا كانت هذه الأضواء عبارة عن مصابيح أمامية وخداع بصري، فلماذا لا يراها الناس إلا مرات قليلة في السنة؟ يشير تفسير آخر عن أصل الأضواء إلى أنها تشبه أضواء المستنقع. يمكنك رؤية كرات لامعة غامضة ترتفع إلى السماء في منتصف الليل. تتحلل المواد العضوية مثل الأغصان والأوراق والأشجار المتساقطة في المناطق الرطبة وتطلق غازات الفوسفين والميثان. عندما تتلامس هذه المواد مع الأكسجين فإنها تشتعل، ولكن لا توجد مثل هذه الأماكن الرطبة في غرب تكساس. من أين يمكن أن يأتي هذا الغاز؟ توجد احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي في أعماق هذه المنطقة، وكل هذه المواد يمكن أن تحتوي على الفوسفين والميثان. يبدو الأمر واقعيا، لكن العلماء لم يؤكدوا صحة هذا التفسير بعد. أوضح مهندس الطيران والفضاء جيمس بونيل طبيعة أضواء مارفا من خلال شحنة كهربائية غير عادية. المواد الصلبة مثل المعادن والبلورات المختلفة تولد الكهرباء تحت الضغط، وتنفجر هذه الطاقة الموجودة تحت الأرض على شكل أضواء متعددة الألوان، لكن العالم لم يتمكن من إثبات نظريته. أضواء مارفا لا تزال لغزا، ربما يمكنك حله؟ أضواء أخرى تفاجئ الناس في النرويج في مدينة هيزدالين. أضواء هيزدالين على عكس الظواهر المماثلة الأخرى يمكن أن تظهر في كثير من الأحياء في سماء الليل، وبطبيعة الحال قام الناس بتسجيلها على الكاميرا عدة مرات. من عام 1981 إلى عام 1984 ظهرت أضواء هيزدالين من 10 إلى 20 مرة في الأسبوع. الآن يراقبها الناس من 10 إلى 20 مرة في السنة. تطفو هذه الكرات العملاقة في الهواء وتنبض وتومض وتتحرك بسرعة كبيرة، كما يمكن أن تتدلى الكرات في الهواء من بضع ثوان إلى عدة ساعات. وعلى الرغم من أن الناس سجلوها بالكاميرا عدة مرات، إلا أن العلماء ما زالوا غير قادرين على دراستها. أضواء هيزدالين ساطعة للغاية، وإذا فهم الناس طبيعتها يمكنهم إنشاء مصادر للضوء باستخدام هذه الطاقة البديلة غير المعروفة.
وحتى الآن هناك عدة نظريات حول هذه الأضواء، ويشير الفيزيائيون إلى أن الكرات تظهر عندما تحترق سحب الغبار التي تحتوي على السكانديوم في الهواء. إنه معدن فضي اللون خفيف، توجد رواسب كثيرة لهذه المادة في الوادي حيث يلاحظ الناس أضواء هيزدالين. وتقول نظرية أخرى أن الكرات هي نتيجة تراكم البلورات التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة في بلازما الغبار. تتشكل هذه البلازما عندما يتأين الهواء وإلى آخره. باختصار، هذه فرضية علمية معقدة لم يتم تأكيدها. يحتاج العلماء إلى الكثير من التمويل لدراسة أضواء هيزدالين، ويحاول الباحثون جذب المستثمرين بالقول إن آلية أضواء هيزدالين يمكن أن تشجع حدوث قفزة تكنولوجية في التقنيات المعتمدة على الضوء. ظهرت بعض أشهر الأضواء في العالم في مدينة فينيكس بولاية أريزونا عام 1997، وقد شاهد عشرات الآلاف من الأشخاص ظاهرتين غريبتين في ذلك اليوم. الأول كان مثلثا طائرا عملاقا، وفي حوالي الساعة 8 مساء ظهرت عدة أضواء في السماء مصفوفة على شكل مثلث. لقد طارت في تشكيل متساو عبر مدينة فينيكس واختفت بعيدا في السماء. الظاهرة الثانية بدأت بعد حوالي ساعتين. لاحظ الناس أضواء تحوم في السماء، لم تشكل مثلثا وتحركت بحرية، ثم اشتعلت مصدرة ضوءا ساطعا وحلقت في اتجاهات مختلفة، ثم اختفت خلف سلسلة جبال جنوب غرب مدينة فينيكس. كان الناس خائفين فاتصلوا بالشرطة وأبلغوا عن أضواء غريبة. كان الكثيرون على يقين من أن تلك كانت سفن حضارة غير أرضية، ولكن سرعان ما ظهر التفسير. كلا الحادثين كانا نتيجة تدريبات جوية. في الحالة الأولى رأى الناس عدة طائرات مصطفة في مثلث، لقد كانت تطير فوق مدينة فينيكس وهبطت في قاعدة جوية قريبة. وفي الحالة الثانية أجريت التدريبات باستخدام صواريخ الإضاءة. ألقت عدة طائرات صواريخ متوهجة كانت تهبط على مظلات صغيرة لفترة طويلة. اشتعلت الصواريخ في الهواء ثم اختفت خلف سلسلة الجبال. إنه تفسير منطقي تماما، ولكن بعد مرور 10 سنوات تقريبا حدث شيء غريب مرة أخرى. في 21 أبريل من عام 2008 تلقى مركز شرطة فينيكس مئات الرسائل من السكان القلقين الذين رأوا أضواء غريبة في السماء. حلقت 4 كرات لامعة فوق المدينة وغيرت شكلها، أصبحت مثلثة ثم مستطيلة ثم اختفت واحدة تلو الأخرى. واتصلت الشرطة بأقرب مطار، لكنه قال إن الرادار لم يرصد أي أجسام في السماء، ولو كانت تلك أشياء مادية لاكتشفتها أجهزة الرادار. ولم يكن لدى الشرطة أي تفسير. مراقبو الحركة الجوية أيضا لم يعرفوا ماهيتها أيضا. وأثارت القضية ضجة كبيرة في المجتمع. بدأ الكثيرون يتذكرون الظاهرة التي حدثت قبل عقد من الزمن، وادعوا مرة أخرى أن تلك كانت سفنا غير أرضية، لكن انتهت كل الخلافات بعد يومين. اتصل رجل بالتلفزيون المحلي واعترف بأنه صنع الأضواء باستخدام المشاعل وبالونات الهيليوم. لقد قام بربط شعلة بالبالون وأشعل النار فيه ثم رفعه في الهواء، ثم بعد دقائق كرر هذا الفعل، ثم كرره مرة أخرى 4 مرات. لم يصدق العديد من شهود الأضواء هذه القصة، واستمروا في الإصرار على الطبيعة الفضائية للكرات الغامضة، لكنهم كانوا مخطئين. كان من الممكن أن تلاحظ الرادارات شيئا ما إذا كانت الأجسام ذات السطح المعدني تحلق هناك، لكن البالونات الضوئية والمشاعل كانت أصغر من أن ترصدها الرادارات. ثانيا، كانت كل الأضواء تتجه نحو الشرق، وكانت الرياح تهب في الاتجاه نفسه في ذلك اليوم. ثالثا، وقت الاحتراق، تحترق صواريخ الإشارة لمدة 20 دقيقة تقريبا. عندما تلاشى أحد تلك الأضواء احترق الثاني لمدة دقيقة أخرى، وآخر واحد خرج بعد حوالي 20 إلى 30 دقيقة من بدء الحريق الأول، وذكر الشهود المدة الزمنية نفسها. كان أحد السكان المحليين جارا للرجل الذي اعترف بهذه الخدعة. رآه جاره وهو يشعل مشاعل حوالي الساعة 8 مساء، في الوقت الذي بدأت فيه المكالمات إلى الشرطة. أصبحت شركة فينيكس لايتس مثالا رائعا على مدى سهولة خداع الأشخاص وإثارة الضجة. مرحبا، لدي دعوة لك، احزم حقائبك ودعنا نتوجه إلى أكثر مدن العالم زيارة. باريس، مدينة الحب، مدينة الأضواء العمياء، أو أي شيء تريد تسميته.
هدفنا هو الكشف عن أكبر عدد ممكن من الأسرار المتعلقة بمتحف اللوفر المشهور عالميا. هل أنت جاهز؟ احصل على كتاب السفر الخاص بك ورحلة سعيدة. يترك متحف اللوفر انطباعا كبيرا إذا كنت تزوره لأول مرة. تمتزج الهندسة المعمارية الفرنسية التقليدية لعصر النهضة ببعض العناصر الأكثر حداثة مثل هرم اللوفر، وهذه هي محطتنا الأولى اليوم. للدخول إلى المتحف يمكنك العبور عبر الهرم الزجاجي الضخم الموجود هناك في فناء متحف اللوفر. إذا كنت تتساءل ما هو أمر هذا الهرم فلنتوقف هنا لبضع دقائق ونتعرف على المزيد عنه. لم يكن هرم اللوفر هنا منذ البداية. في البداية يعود تاريخ المبنى الرئيسي لمتحف اللوفر المعروف أيضا باسم قصر اللوفر إلى عام 1190، ولكن قبل أن يبدو كما تراه اليوم كان هذا المكان عبارة عن قلعة مليئة بالخنادق والأبراج المحصنة وليس التنانين، لأنها ليست حقيقية للأسف. على أي حال، القصر بني بتكليف من الملك الفرنسي فيليب الثاني. أوه، ويمكنك الاطلاع على بعض من متحف اللوفر في العصور الوسطى في قبو المتحف. أصبح متحف اللوفر متحفاً مؤخراً فقط من الناحية التاريخية. في عام 1793 بعد الثورة الفرنسية قررت الأمة أن هذا المبنى سيستخدم لعرض مجموعة فرنسا الفنية الثمينة. لم تظهر فكرة الهرم الزجاجي إلا في الثمانينيات، ثم أصدر الرئيس فرانسوا ميتران الأمر بعملية تجديد كبيرة لمتحف اللوفر. أطلق على المشروع اسم اللوفر الكبير، وتضمن بناء مدخل جديد للزوار. بحلول الثمانينيات كان المتحف يستقبل بالفعل ملايين الزوار سنويا، وكان المدخل غالبا مزدحما، وذلك عندما يأتي المهندس المعماري الأجنبي إيو مينغ بي. استأجر ميتران باي لبناء مدخل يربط بين أجنحة المتحف ثلاثة، وإذا سألتني فسأقول إنه قام بعمل جيد جدا. نحن نتحدث عن 200 طن من الزجاج والحديد، ناهيك عن أن هذا الزجاج ما يسمى بالزجاج الماسي، مصمم خصيصا ليكون شفافا تماما دون أي لون أخضر أو أزرق. أراد بي لزواري الحصول على رؤية واضحة للمباني الرئيسية دون أن يتداخل الزجاج معها. استغرق الأمر عامين فقط للحصول على اللون الزجاجي صحيح. استغرق الأمر أيضا بعض الوقت قبل أن يقرر بي أنه سيبني هرما. لقد جرب تصميم مكعب وحتى نصف كروي، ولكن نظرا لأن المبنى الأصلي لا يحتوي على أي منحنيات فإن هذا سيجعل قطعة الفناء خارج السياق أيضا. لذلك قرر بناء هرم بدلا من ذلك مستوحى من تلك الموجودة في مصر. بعد كل شيء، يضم متحف اللوفر مجموعة هائلة من القطع الأثرية المصرية القديمة، لذا فإن هذا النوع من الأعمال منطقي، أليس كذلك؟ هذا مجرد تخمين جامح. الأمر المهم هو أن الفرنسيين ينتقدونه بشدة، وبمجرد الانتهاء من إنشاء هرم اللوفر في عام 1988 أصبح مركز نقاش ساخن للغاية. كان رأي العام غير مستقر بسبب مثل هذا البناء الحديث. اليوم يلتقط الناس جميع أنواع صور السيلفي الغريبة مع الهرم، ولكن في ذلك الوقت كان السكان المحليون يقولون إن العمارة الحديثة لا علاقة لها بأسلوب عصر النهضة في متحف اللوفر أو حتى بتاريخ المبنى، حتى أن البعض قال إن الهرم لم يكن فرنسيا بما فيه الكفاية. عذرا. الوقوف في طابور للدخول إلى متحف اللوفر لا يسعك إلا أن تتساءل كيف ينظف الناس هذا الهرم الزجاجي الضخم. نحن نتحدث عن المنحدرات الزجاجية، لذا فإن هذا بالتأكيد ليس بالأمر سهل. في البداية استأجرت إدارة المتحف على ما يبدو متسلقي الجبال لتسلقها وتنظيفها، وما زال البعض يقوم بهذه المهمة في الوقت الحاضر عندما لا يتمكن الروبوت المصمم لهذه المهمة من تنظيف جميع البقع المتسخة من الزجاج. أنا لا أمزح، يتم تنظيف هرم اللوفر بواسطة روبوت. أنت تعرف ماذا يقولون، المستقبل هنا. بمجرد نزول سلالم المتحركة ستلاحظ أن هذا الهرم الرائع الذي كنت تلتقط صور بالطابق العلوي له وجه مقلوب في الطابق السفلي. إنه بمثابة نافذة سقفية إلى كاروسي دو لوفر الذي يشبه مركز التسوق تحت الأرض أو الردهة الرئيسية للمتحف. مرحبا، هناك متجر أبل، إلا أن الفرنسيين ينطقونها أبل. سيكون لديك الخيار للاختيار من بين ثلاثة أجنحة مختلفة للمتحف، ريشيليو أو سالي أو دينون. أقول إننا نبدأ مع دينون، ستفهم لماذا بعد قليل. هل تعلم أن متحف اللوفر يعرض حوالي 35 ألف قطعة فنية؟ لهذا السبب يكاد يكون من المستحيل زيارة كل شيء في يوم واحد. إذا كنت من محبي الفن فسيتعين عليك العودة إلى هنا لمزيد من الزيارات.
ولكن لمشاهدة جميع القطع الفنية وقضاء حوالي 30 ثانية على كل قطعة يجب عليك زيارة متحف اللوفر أكثر من 100 مرة، وهذا لا يشمل استراحات الحمام والغداء. يمكنك الحصول على الصورة، أليس كذلك؟ المتحف ضخم، لهذا السبب يستغرق الأمر حوالي 10 دقائق سيرا على الأقدام للوصول من مدخل الردهة إلى اللوحة الأكثر شهرة في متحف اللوفر الموناليزا. ولكن منذ أن وصلت إلى هنا في وقت مبكر تمكنت من التقاط صور جيدة لهذه التحفة دافنشي، حقيقة غير معروفة. الموناليزا سرقت ذات مرة من متحف اللوفر، سرقها في الليل رجل يدعى فينشينزو بيروجيا، كان موظفا في المتحف، ويعتقد المحققون أنه نام داخل متحف اللوفر لأداء ما يعرف باسم أعظم سرقة فنية في القرن العشرين. على ما يبدو في صباح اليوم التالي غادر فينشينزو المتحف مع إخفاء لوحة الموناليزا بين متعلقاته. اختفت لوحة الموناليزا لمدة عامين تقريبا حتى تم استرداد اللوحة في إيطاليا، من يدري ربما استمتعت برحلة العودة إلى وطنها. إذا كنت من عشاق تاريخ الفن فقد تعلم أن الموناليزا بها العديد من النظريات التي تدور حولها، اللوحة يكتنفها الغموض، هذه حقيقة. هناك حجة قوية مفادها أن الموناليزا يمكن أن تكون صورة ذاتية لدافنشي نفسه. قارن المؤرخون وجه دافنشي ووجه الموناليزا وخمنوا ماذا؟ يبدو أنها متشابهة بشكل لافت للنظر. أيضا وجدت دراسة أجرتها اللجنة الإيطالية للتراث الثقافي عام 2010 أن هناك مجموعة من الرموز المخبأة في اللوحة يمكن رؤيتها فقط من خلال العدسات المكبرة عالية التقنية، لكنها أظهرت أن ليوناردو ناقش LV داخل عين الموناليزا اليمنى. يعتقد الخبراء أن هذا هو توقيع دافنشي، لكن الرموز الأخرى CE في العين اليسرى و72 في قوس الجسر الخلفي لا تزال لغزا. لكن يكفي كلاما عن الموناليزا، نريد الوصول إلى جناح سولي بالمتحف. على طول الطريق ترى بعض الأشخاص يجلسون أمام لوحات مع كتاب رسم أو حتى لوحة قماشية، هل هذا مسموح؟ نعم، هذه ميزة مثيرة للاهتمام للغاية في متحف اللوفر. يضم المتحف مدرسة فنية تسمى مدرسة اللوفر، ويمكن لطلاب هذه المدرسة بالإضافة إلى المؤسسات الباريسية الأخرى الحصول على تصاريح للجلوس أمام اللوحات ونسخها. بهذه الطريقة يمكن للفنانين الشباب الواعدين التعلم مباشرة من المصدر، إنهم ينسخون أعمال رينوار أو موني أو بوسان في محاولة لمعرفة التقنيات التي استخدمها هؤلاء الرسامون. حسناً، هل يمكنني الاشتراك في هذا من فضلك؟ لإنهاء جولتك تزور الخندق المائي القديم الذي تحدثنا عنه سابقاً في الفيديو، كما تعلم تلك التي كانت جزءاً من متحف اللوفر الأصلي عندما كان لا يزال قلعة. بفضل الحفريات الأثرية التي حدثت في الثمانينيات تم الكشف عن هذا الجزء وفتح للزيارة منذ عام 2016. يمكنك حتى رؤية نموذج مصغر لما بدت عليه القلعة الأصلية، وإذا زرت معالم أخرى في باريس فستلاحظ أنها تشبه إلى حد كبير قصر كونسييرجيري. أتساءل عما إذا كانوا قد فكروا يوما في إنتاج الجبن هنا؟ يبدو أنه المكان المثالي. حسناً، أتمنى أن تكون قد استمتعت بتعلم بعض أسرار أشهر متحف في العالم. أراك المرة القادمة. إذا كنت قد زرت حديقة يلوستون الوطنية من قبل فربما كنت مسحوراً بنوافيرها الحارة التي تنفث الماء الساخن والبخار عالياً في الهواء، ولكن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام يختبئ فعلاً تحت الأرض. أتحدث عن نظام السباكة تحت الأرض الذي يجعل هذه الانفجارات الكبرى ممكنة. وفيما يتعلق بذلك هناك أخبار جيدة. حديثاً نجح الباحثون في رسم نظام السباكة المائي الحراري في الحديقة الوطنية باستخدام مغناطيس طائر عملاق. نتيجة لذلك تمكن العلماء من توثيق كل هذه الميزات بتفصيل مذهل. الأمر هو أن يلوستون تضم أكبر نظام حراري مائي في العالم، يحتوي على أكثر من 10,000 ميزة مثل السخانات وأواني الطين والينابيع الساخنة وفتحات البخار، تتغذى من خلال شبكة من مسارات المياه الجوفية، تلك التي ترتفع درجة حرارتها بسبب تدفق الصهارة تحت الأرض، ما يتسبب في ارتفاع الماء إلى السطح. الآن لا أحد يعرف الكثير عن طريقة عمل هذا النظام، قد تلقي الخرائط التي تم إنشاؤها حديثاً الضوء عليها. يوضح الخبراء أن معرفتهم بيلوستون بها فجوة تحت السطح، وهذا هو السبب في أنها تسمى غالباً الشطيرة الغامضة،
يعرف العلماء الكثير عن الميزات الموجودة على السطح لأنهم يستطيعون مراقبتها مباشرة، وهم يعرفون ما يحدث في النظام الصخري والتكتوني على بعد عدة أميال من السطح، لكنهم لم يكتشفوا ما يحدث في المنتصف بعد. الآن يجب أن أخبركم عن المغناطيس الطائر العملاق المستخدم في البحث، يعرف باسم سكاي تيم. تم إرفاقه بطائرة مروحية وحلقت فوق يلوستون عدة مئات من المرات حيث تم مسح الأرض تحتها. يتكون المغناطيس من حلقة سلكية مشحونة بعرض 82 قدما. مهمتها الرئيسية هي توليد مجال كهرومغناطيسي قوي، ونظرا لأن أنواعا مختلفة من المواد مثل الماء أو الصخور تستجيب لهذا المجال بشكل مختلف، فقد تمكن العلماء من إنشاء بعض الخرائط تحت السطحية لأول مرة على الإطلاق. سمحت تقنية رسم الخرائط أيضا للباحثين بالتمييز بين الصهارة والصخور الأساسية نظرا لأن لديها خصائص مغناطيسية مختلفة قليلا. وحصل الفريق على فرصة لرؤية كيفية تفاعل الصهارة والماء وإنشاء تلك الميزات الجيولوجية المذهلة على السطح. حصل الفريق على خرائط عالية الدقة على عمق حوالي 500 و2300 قدم، وخرائط منخفضة الدقة توضح ما يحدث على عمق يصل إلى ميل ونصف. في الوقت نفسه يعتقد الباحثون أن النظام الحراري المائي نفسه قد يمتد حتى 3 أميال تحت السطح. إذا كانوا على حق فهذا يعني أنهم قاموا فقط بتعيين النصف العلوي من نظام السباكة في يلوستون. على أي حال، تذكر كيف قلت إن العلماء يعرفون الكثير عن الجزء السفلي من شطيرة يلوستون؟ لديهم فكرة جيدة عن الصفائح التكتونية وخطوط الصدع العميقة، لأن الزلازل المتكررة في المنتزه توفر لهم الكثير من الفرص لدراسة الظواهر المختلفة. في يوليو 2021 على سبيل المثال هز المنطقة أكثر من 1000 زلزال. في هذه الأيام يعرف فريق الباحثين الكثير عن بعض الميزات الشهيرة مثل السخان القديم المؤمن أو الينابيع المنشورية الكبرى. لقد اكتشفوا أيضا أن الميزات الحرارية المائية الفردية على السطح يمكن في الواقع ربطها بالآخرين، والتي يمكن أن تكون على بعد 6 أميال منهم. اكتشاف آخر مثير للاهتمام هو أنه على الرغم من أن الينابيع الساخنة في يلوستون تختلف في الحجم والشكل واللون والتقلب والتركيب المائي، إلا أنها تتغذى في الغالب من مصادر متشابهة جدا تحت الأرض. هذا يعني أن الاختلاف بين الميزات يبدو أقرب إلى السطح. أنا متأكد من أنك رأيت الصورة الرمزية ليلوستون مع نبع كبير بألوان قوس قزح وبرتقالي ناري على حوافه. إذن ما الذي يجعل هذه الينابيع الساخنة ملونة للغاية؟ والمثير للدهشة أن هذه الأشكال الرائعة تأتي من كائنات مجهرية. درجات الحرارة في الينابيع مرتفعة للغاية بحيث يمكنها طهيك بسهولة وبسرعة. بالإضافة إلى ذلك الماء هناك شديد الحموضة مثل السائل في بطارية السيارة، ولكن هناك أنواع معينة من الميكروبات المحبة للحرارة والتي لا تمانع في هذه الظروف المجنونة. يمكنك حتى القول إنها تزدهر هناك، لذلك كل حلقة بلون مختلف في معظم الحالات هي حلقة تسكنها بكتيريا مختلفة، ويتكيف كل نوع مع درجة حرارة معينة أو مستوى الأس الهيدروجيني الذي يقيس مدى حمضية هذه البيئة أو تلك. على سبيل المثال خذ النبع المنشوري الكبير، نعم الأيقوني، من المحتمل أن تشير ألوان قوس قزح إلى تنوع الميكروبات التي تعيش هناك. لذا بدءا من مركز الينبوع الساخن يمكنك رؤية لون زبرجد جميل هناك. هذا هو المكان الذي تكون فيه درجة حرارة الماء هي الأعلى، تصل إلى 87 درجة مئوية، لأن هذه المنطقة تقع مباشرة فوق مصدر المياه الجوفية. الماء هناك ساخن جدا حتى بالنسبة للميكروبات. هذا هو السبب في أن ما تراه هو في الغالب ماء صاف. أما سبب لونها الأزرق فهو نفس لون السماء الأزرق، يضرب ضوء الشمس سطح الماء ويتشتت الضوء، لكن الضوء الأزرق يتشتت أكثر وينعكس مرة أخرى على عينيك. الآن الحلقة التالية من اللون الأصفر، كل ذلك بفضل بعض البكتيريا الزرقاء. تصل درجة الحرارة في هذه الحلقة الصفراء إلى 73 درجة مئوية. إذا كانت الظروف في الينابيع الساخنة مختلفة بعض الشيء، فإن هذه البكتيريا ستخلق لونا أخضر مزرق بفضل صبغة خضراء تسمى الكلوروفيل. ولكن نظرا لأن ضوء الشمس الذي يضرب الينبوع شديد جدا، تبدأ البكتيريا في إنتاج نوع آخر من الأصباغ،
إنها تسمى الكاروتينات، وتخيل ماذا؟ تعمل بمثابة واق من الشمس للبكتيريا. وبما أن هذه الصبغة برتقالية، فإن البكتيريا الخضراء عادة تحصل على صبغة صفراء. وأخيرا حصلنا على ذلك اللون البرتقالي اللامع بالقرب من حواف النبع المنشوري. الجو بارد قليلا هناك، حوالي 65 درجة مئوية. في هذا الجزء من النبع يمكنك العثور على عدة أنواع من البكتيريا، جميعها تنتج مواد تعطي النبع هذا اللون البرتقالي اللامع. وأخيرا عند أطراف النبع مباشرة تكون درجة الحرارة أكثر برودة، حوالي 55 درجة مئوية، ويمكن لمجموعة متنوعة من الميكروبات البقاء على قيد الحياة هناك، كلها مجتمعة تعطي حواف النبع الألوان الأحمر والبني. لكن العلماء يعتقدون أن الناس ونشاطهم ربما أثروا على ألوان الخصائص الحرارية المائية في يلوستون. على سبيل المثال، في الماضي كانت درجات الحرارة في مسبح مورنينغ جلوري أعلى بكثير مما هي عليه اليوم، لهذا كان لونه أزرق غامق، لكن القمامة بدأت تتراكم في البركة، وأدى بعضها إلى انسداد فتحة التهوية. أدى ذلك إلى انخفاض درجات الحرارة، مما أدى إلى نمو الميكروبات. نتيجة لذلك تحول لون الأزرق الجميل إلى اللون البرتقالي والأصفر. أما بالنسبة لأنابيب المياه الحارة في يلوستون، فإن أشهرها يسمى أولد فيثفول. حصل على هذا الاسم في نهاية القرن 19 بسبب مدى انتظام ثوراناته. هذا السخان أكثر نشاطا من غيره، حيث ينفجر حوالي 20 مرة في اليوم. كل حدث من هذه الأحداث الرائعة يستمر من 1 إلى 5 دقائق، ويمكن أن يصل ارتفاع ينبوع الماء البخاري إلى 180 قدما. الآن بينما نتحدث عن حديقة يلوستون الوطنية، لا يسعنا إلا أن نذكر بركان يلوستون، أليس كذلك؟ تظهر البراكين الفائقة عندما تحاول كميات ضخمة من الصهارة الهروب من أعماق الأرض، في النهاية تنفجر عبر سطح الأرض. في بعض الأحيان تتعطل هذه الصهارة، غير قادرة على اختراق قشرة الكوكب، وبعد ذلك تتجمع برك ضخمة من الصهارة المضغوطة على عمق عدة أميال. يستمر الضغط في النمو لأن المزيد والمزيد من الصهارة تحاول الوصول إلى السطح. في مرحلة ما ينفجر ثوران كبير، أنت لا تريد بالضرورة أن تكون موجودا من أجل ذلك. على مدار 50 عاما الماضية ارتفعت فوهة بركان يلوستون لما يقرب من 3 أقدام، ولكن لا ينبغي أن تنزعج من ذلك. الخبراء على يقين من أن هذا سلوك طبيعي ليلوستون. فترات الرفع على شكل قبة يتبعها خفض للفوهة البركانية. يعتقد العلماء أن البركان الهائل لا يمثل أي خطر في الوقت الحالي. لحدوث ثوران بركاني يجب أن تكون الصهارة الداخلية منصهرة بنسبة 50% على الأقل. في حالة يلوستون هذا الرقم هو فقط من 5 إلى 15%. والأفضل من ذلك أن دراسة حديثة جعلت الباحثين يعتقدون أن النقطة الساخنة قد تكون في حالة تدهور في الوقت الحالي، على الرغم من كل نشاط التنفس ورفع القبة. كان هناك ما لا يقل عن 3 انفجارات كبيرة أخرى في تاريخ بركان يلوستون. لقد حدثت منذ 2.1 مليون و 1.3 مليون و 640 ألف سنة. قبل وقت طويل من الفيديو أطلق على أحدث ثوران بركاني اسم ثوران لافا كريك، شكل فوهة بركان يلوستون بعد أن قذف 240 ميلا مكعبا من الصخور والغبار والرماد البركاني. هناك حشرة في الطبيعة تحب أن تصدر الكثير من الضوضاء. تخيل أنك في حفل روك ويصرخ أحد المغنيين بصوت عال في الميكروفون، ويصدر عازفو الجيتار ألحانا تصم الآذان، وكل هذا ينتقل عبر مكبرات صوت العملاقة. يبدو الأمر وكأن الموسيقى تمر عبر جسدك. ستشعر بشيء مماثل إذا وجدت نفسك بالقرب من سرب من تلك الحشرات. إنها السيكادا أو الزيز. تصدر هذه المخلوقات صوت نقر ورنين بمساعدة الأغشية المهتزة الموجودة على بطونها. استيقاظ حشرات السيكادا دائما ما يفاجئ البشر. قد تستيقظ في أي يوم على ضجيج عال في الخارج. تتجمع حشرات السيكادا في أسراب ضخمة وتطير في الشوارع وتغطي السيارات والأشجار والمباني، وتصدر ضجيجا لأسابيع، ثم يأتي الصمت التام. تختفي السيكادا فجأة كما ظهرت. يمكن أن تكون أصوات السيكادا ممتعة أو ضارة لأذنيك، وذلك وفقا لنوعها. يمكن أن تكون أصواتها لحنا آسرا،
عندما تصدر ملايين حشرات السيكادا صوتا فإنه يشبه صوت طائرة نفاثة أو منشار يعمل دون هوادة. بعض الناس لا يتحملون ذلك ويهربون من المكان، لكن الكثيرين يقولون أيضا إنها تصدر صوتا لطيفا يحيط بك من جميع الجوانب، وهو شعور مختلف إلى حد ما. إنها تصدر هذا الضجيج لجذب شركاء للتكاثر أو لتحذير أفراد عائلتها من الخطر، ربما هم فقط من يستمتعون بذلك. وسبب هذه المتعة هو دورة حياتهم. تقضي السيكادا عدة سنوات تحت الأرض ثم تخرج لتصدر أصواتا طوال الأسابيع القليلة الأخيرة من حياتها، وما تفعله تحت السطح هو أحد أكثر الألغاز إثارة لفضول العلماء. لذا فإن السيكادا حشرة قوية جسديا ولها عيون كبيرة وأجنحة فريدة من نوعها. سنتحدث عن تفردها لاحقا، لكن الآن دعونا نكتشف سبب روعة هذه الحشرات. هناك حوالي 3000 نوع من حشرات السيكادا، لكنها جميعها مقسمة إلى مجموعتين سنوية ودورية. النوع السنوي هو شائع، يمكنك أن تجده في جميع أنحاء العالم، وهذا النوع يعيش من سنتين إلى 5 سنوات أو أكثر، ويعيش نمط حياة طبيعي للحشرات. إنه يطير وينقر ويشرب عصارة الأشجار، لكن السيكادا الدورية تعيش فقط في أمريكا الشمالية في وسط وشرق الولايات المتحدة. يمكن أن تختفي كنوع من على وجه الأرض ثم تظهر بعد بضع سنوات في الغابة محدثة ضجيجا يمكن سماعه من مسافة بعيدة. تخيل أنك تسير في الغابة وتقطف الفطر والتوت، وفجأة تبدأ التربة في التحرك وتتطاير مئات الآلاف من حشرات السيكادا. إنها في كل مكان وأصواتها عالية للغاية، لكن لا تقلق، فهي ليست عدوانية ولن تلدغك. تنقسم دورة حياة هذه الحشرات إلى 3 أجزاء: البيض والحوريات والحشرات البالغة. في البداية تضع الإناث عدة مئات من البيض في أماكن مختلفة، ثم تتركه بالقرب من الأرض على أغصان الأشجار والأغصان، وبعد 6 إلى 10 أسابيع تفقس الحورية الصغيرة منها وتسقط على الأرض وتحفر في التربة، وهناك تتغذى على السوائل من جذور النباتات وتنمو. تقضي الحوريات 13 أو 17 عاما في هذه الأنفاق تحت الأرض، ثم تذوب القشرة التي تغطيها وتخرج منها، وجميعها تفعل ذلك في الوقت نفسه. يبدو الأمر كما لو أن شخصا ما أعطاهم أمرا واحدا، فيتركوا كل ما بأيديهم ليصعدوا إلى السطح في وقت واحد، وبعد أن يصعدوا يبدأون في الطقطقة. تخيل أنك تقضي أكثر من 10 سنوات في مكان ضيق ومظلم، ثم تخرج إلى عالم مشرق شديد الاتساع ستعيش فيه لعدة أسابيع. لا عجب أن السيكادا تغرد بصوت عال جدا. أو ربما تقضي وقتا ممتعا تحت الأرض ثم تقرر قضاء فترة تقاعدها في الخارج. على الأرجح يتزامن ظهورها مع الظروف الطبيعية المناسبة. إنها تنتظر حتى تصبح درجة حرارة التربة مريحة للتكاثر، وحينها تخرج من التربة. ومع ذلك فبينما ترتفع درجة حرارة التربة وتزداد برودة مع مرور الأعوام، تخرج السيكادا مرة كل 13 أو 17 عاما. لا يستطيع العلماء تقديم تفسير دقيق لهذا الأمر، لكنه قد يكون مرتبطا بحيوانات أخرى. السيكادا مخلوقات مغذية ولا تستطيع حماية أنفسها إلى حد ما. يعد سرب مكون من الملايين من السيكادا بمثابة وليمة للعديد من سكان الغابات. البوم والثعالب تحب أكلها. لنفترض أن النظام البيئي للغابات يعتاد على موعد غناء السيكادا السنوي. في هذه الحالة سيقوم الأعداء بسرعة بتدمير جميع أفراد هذه الحشرات، لذلك تخرج السيكادا عندما لا يتوقعها أحد. ربما تختار اللحظة التي يكون فيها النمو السكاني للبوم والثعالب عند أدنى مستوى، ولتجنب مقابلة تلك المفترسات تنتظر السيكادا عدة سنوات. يبدو ذلك منطقيا، لكن ثمة شيء غير مقنع. إذا كانت السيكادا تقاتل من أجل البقاء بهذه الطريقة، فلماذا لا تفعل ذلك جميع الأنواع؟ تظهر السيكادا السنوية بانتظام في الغابة وتشكل جزءا لا يتجزأ من النظام البيئي، وهي ما زالت موجودة على الرغم من وجود العديد من الأعداء. لماذا تقرر السيكادا الدورية الاختباء؟ إجابة هذا السؤال لا زالت مجهولة. يشبه سرب السيكادا الضخم الجراد، لذلك يعتبره الكثيرون من الآفات. ولكن على عكس أكلة المحاصيل، فإن السيكادا تتغذى فقط على عصارة الأشجار. لن تأكل الذرة الخاصة بك، ولن تدمر حديقتك أو تعض أوراق الشجر. تشرب السيكادا العصارة من الفروع والجذور، ونادرا ما تفعل ذلك. نعم، يمكن لمليون حشرة سيكادا أن تلحق الضرر بالأشجار بسبب وزنها النسبي، لكن الضرر الذي تسببه للبشر لا يمكن مقارنته بما يفعله الجراد. علاوة على ذلك، نادرا ما قد تزعجك السيكادا. يمكنك إنهاء دراستك الجامعية والتنقل بين العديد من الوظائف، وستخرج السيكادا مرة واحدة فقط خلال هذه المدة. كما أنها تبدو لطيفة جدا بالنسبة للحشرات،
أجنحتها لها أنماط جميلة وأعينها ضخمة جداً، ومع ذلك لا يزال بإمكانها ترويعك خاصة إذا قابلت سربا منها في طريقك. تبدو الحياة تحت الأرض آمنة، ولكن حتى هناك فإن سيكادا لديها أعداؤها، والنوع الرئيسي هو نوع خاص من الفطريات الطفيلية التي يمكنها اختراق جسم السيكادا والتهامه ببطء. يتحكم الفطر في الجسم ويحول المضيف إلى زومبي حي، وقد تعلمت هذه الطفيلية أيضا تغيير دورة حياتها متبعة دورة حياة السيكادا، أي أن الفطر يبقى في جسم الحشرة لفترة طويلة ولا يفعل شيئاً، وبعد ذلك عندما تخرج السيكادا إلى السطح يستيقظ الطفيل ويبدأ في تدمير حياتها، يتغذى على جسم المضيف ويجبره على نشر جراثيم الفطريات في جميع أنحاء السرب لإصابة الأجيال القادمة. هناك نوع آخر من الفطريات لا ينتظر خروج السيكادا إلى السطح، يمكن أن تتسبب هذه الطفيليات في خروج الحشرة المصابة من الأرض في وقت مبكر والزحف إلى أغصان الأشجار ونشر الجراثيم. في بعض الأحيان تنمو الفطريات من السيكادا وهي لا تزال تحت الأرض. يبدو أن السيكادا لن تتمكن من البقاء على قيد الحياة مع مثل هؤلاء الأعداء الخطرين، لكن الطبيعة وجدت التوازن. ومع كل ظهور للسطح يصبح حجم السيكادا أكبر. يحدث هذا لأن المدن الكبيرة تبعث الكثير من الحرارة والمواد المغذية في الهواء، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المنطقة بعدة درجات، وهذا يساهم في زيادة حجم السيكادا. لكن النمو ينطبق فقط على تلك الحشرات التي تعيش بالقرب من المدن. السيكادا المختبئة في المناطق الريفية ذات درجات الحرارة الباردة لا زالت بالحجم نفسه. تفرد السيكادا ليس فقط في تطور حياتها، ولكن أيضا في تشريحها. عندما تصبح الحشرة بالغة، يتم تغطية أجنحتها بأعمدة نانوية صغيرة يمكنها صد الماء وتدمير البكتيريا والتنظيف الذاتي. يرغب الأطباء والكيميائيون والمهندسون في استخدام خصائص أجنحة السيكادا لتطوير تقنيات جديدة في مجالات مختلفة. يمكن الاطلاع الذي يحتوي على أعمدة نانوية من السيكادا أن يساعد الناس على ابتكار أدوية جديدة. يرغب المهندسون في استخدام أسطح الأجنحة ذاتية التنظيف دون وهج كطلاء للألواح الشمسية وغيرها من التطورات عالية التقنية. لذا نعم، السيكادا تساعدنا كثيرا. كان ذلك بداية القرن العشرين عندما انطلق منافسان روبرت سكوت ورولد أمنسون في بعثتهما الاستكشافية ليصحبا أول شخصين في التاريخ يصلان إلى القطب الجنوبي. لم يكن السباق سهلا وانتهى بشكل مأساوي بالنسبة لسكوت، بينما فاز أمنسون ونصب خيمته على القطب أمام منافسيه. أحد أعضاء بعثة سكوت المعروفة باسم تيرا نوفا الجيولوجي البريطاني توماس جريفيث تايلر لم ينج من الظروف القاسية فحسب، بل قام أيضا باكتشاف غير متوقع. لقد عثر في عام 1911 على شلال بدا وكأنه دماء في القاعدة الصخرية للنهر الجليدي والذي يحمل اسمه الآن. لقد استغرق العلماء أكثر من قرن من الزمان لمعرفة السبب وراء هذا اللون الغريب. سافر فريق من العلماء الأمريكيين إلى نهر تايلر الجليدي ومعهم مجاهر إلكترونية قوية لتحليل محتوياته. لقد خدشت الدراسات السابقة سطح اللغز القرمزي، لكن لم يقم أحد من قبل بإجراء تحليل شامل لتركيبته المعدنية. أطلق هؤلاء الباحثون العنان لترسانة كاملة من المعدات التحليلية ورصدوا القليل من الكرات النانوية الغنية بالحديد. هذه الجسيمات الصغيرة جدا التي يبلغ حجمها جزءا من 100 من حجم خلايا الدم الحمراء البشرية تنشأ من ميكروبات قديمة. إنها تزدهر بكثرة في المياه الذائبة لنهر تايلر الجليدي. هذه الكرات النانوية مليئة بالحديد والسيليكون والكالسيوم والألومنيوم والصوديوم، مما يشكل تركيبة فريدة تلون المياه تحت الجليدية بدرجات زاهية من اللون الأحمر. لا تمتلك هذه الكرات النانوية البنية البلورية المعتادة الموجودة في المعادن، ولهذا السبب فشلت طرق الكشف السابقة في اكتشافها. تؤوي أعماق نهر تايلر الجليدي مجتمعاً ميكروبياً قديماً ازدهر في عزلة لآلاف أو ربما ملايين السنين، ومن الممكن أن يساعدنا هذا الاكتشاف في البحث عن حياة خارج الأرض. يتمتع دكتور كين ليفي وهو عالم أبحاث في جامعة جونز هوبكنز بخبرة رائعة في المواد الكوكبية وتحليل العينات المريخية،
وقد قرر معرفة ما سيحدث إذا هبطت مركبة المريخ روفر في القارة القطبية الجنوبية. هل يمكنها معرفة ما الذي يجعل شلالات الدم باللون الأحمر القاني؟ تعامل الباحثون مع شلالات الدم على أنها موقع محاكاة للهبوط على المريخ. لقد استخدموا تقنيات مستوحاة من المركبات الجوالة التي تستكشف الكوكب الأحمر. تم إرسال العينات التي جمعوها إلى منشآت المعالجة بجامعة جونز هوبكنز. هناك أطلق ليفي العنان لقوة المجهر الإلكتروني النافذ وكشف عن النانوسفيرات الغامضة، وخلص إلى أن أساليبنا الحالية لتحليل أسطح الكواكب الأخرى باستخدام المركبات الجوالة غير كافية، إذ لا يمكنها كشف الطبيعة الحقيقية للمواد البيئية، خاصة على الكواكب الباردة مثل المريخ. قد تكون هذه المواد صغيرة جدا وغير بلورية، مما يؤدي إلى دخولها في أدوات الكشف. لفهم جوهر الكواكب الصخرية حقا، سنحتاج إلى مجاهر إلكترونية نافذة. إن ربط مجهر واحد على متن مركبة المريخ روفر ليس ممكنا بعد، لكنه قد يعني بداية حقبة جديدة في استكشاف الفضاء. هل سبق لك أن رأيت شلالا مشتعلا بالنار؟ في شهر فبراير من كل عام، عندما تصطف النجوم بشكل صحيح، يتجدد شلال ذيل الحصان في منتزه يوسيميتي الوطني على نحو مثير. فمع غروب الشمس تضرب أشعتها الشلال بزاوية مثالية وتحوله إلى عرض متوهج من الألوان البرتقالية والحمراء النابضة بالحياة. لا نعرف بالضبط من ومتى اكتشف هذه المعجزة الطبيعية. ربما كان سكان الوادي الأصليون على علم بذلك، لكنهم احتفظوا به لأنفسهم. لم يلتقط المصور جيلن رول أول صورة معروفة للشلال إلا في عام 1973، مما جعله في دائرة الضوء. منذ ذلك الحين أثار شلال النار ضجة كبيرة على مستوى العالم، حيث انتشر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي واجتذب الحشود من كل مكان. يجذب هذا الشلال الرائع مئات المتفرجين كل عام، لكن لا يمكنهم مشاهدة العرض إلا في ظل ظروف معينة. أولاً، يحتاج شلال ذيل الحصان إلى تيار متدفق. إذا لم يكن هناك ما يكفي من الثلوج في فبراير، فلن يكون لدى الشلال ما يكفي من الماء ليسحرنا بجماله. يجب أن تكون درجات الحرارة دافئة بما يكفي لإذابة كتلة الثلج خلال النهار. إذا كان الجو بارداً جداً، فسيظل الثلج متجمداً، ولن نرى الشلال الناري. ثانياً، نحتاج إلى سماء غربية صافية عند غروب الشمس. تحتاج أشعة الشمس تلك إلى طريق مستقيم لتضرب شلال ذيل الحصان وتبعث فيه الحياة. وبما أن الطقس في يوسيميتي يتغير باستمرار، يمكن أن تنقشع السحب بطريقة سحرية في الوقت المناسب للعرض. إذا كانت جميع الظروف مناسبة، فسوف تشاهدون شلال يوسيميتي بكل مجده لمدة 10 دقائق تقريباً. حير لغز الحجارة الشراعية في متنزه وادي الموت الوطني بكاليفورنيا العلماء لسنوات. يبدو أن الحجارة الثقيلة لها عقل خاص بها وتتحرك عبر ريس تراك بلايا، وهو قاع بحيرة جاف تاركة وراءها أثرا على الوحل المتصدع. كانت هناك كل أنواع النظريات لتفسير هذه الظاهرة، من المجالات المغناطيسية أو شياطين الغبار وهي زوابع قوية، إلى المخادعين الماكرين. لم يشهد أحد هذه الصخور أثناء عملها، الأمر الذي زاد من الغموض. وفي عام 2006 دخل المشهد عالم في وكالة ناسا يدعى رالف لورنز. كان رالف يدرس الظروف الجوية على الكواكب الأخرى، لكنه لم يستطع مقاومة جاذبية وادي الموت وتلك الحجارة الشراعية المحيرة. لقد حظى بلحظة اكتشاف عندما كان يعبث على طاولة مطبخه باستخدام حاوية توبروير. ملأ لورنز الحاوية بالماء تاركا صخرة صغيرة تبرز منها وألقاها في الثلاجة، ثم وضع هذا الهيكل الجليدي في صينية كبيرة من الماء مع الرمل في الأسفل والنفخ عليه بلطف. بدأت الصخرة تنزلق عبر الماء تاركة أثرا في الرمال. كان لورنز يدرس كيف يمكن للجليد أن يجعل الصخور الكبيرة تطفو،
وتتحرك على طول شواطئ المد والجزر في البحر القطبي الشمالي. ومن خلال تطبيق هذه المعرفة اكتشف هو وفريقه البحثي أنه في ظل ظروف شتوية معينة في وادي الموت يمكن أن يتشكل ما يكفي من الماء والجليد ليجعل الصخور تطفو عبر مضمار ريس تراك بلايا في نسيم خفيف، وأثناء انزلاقها تترك بصماتها في التضاريس الموحلة. نهر الألوان الخمسة كانيو كريستاليز في كولومبيا يحمل اللقب غير الرسمي لأجمل نهر في العالم. في معظم أيام السنة يبدو مثل أي نهر عادي آخر. يحدث السحر الحقيقي بين المواسم الرطبة والجافة عندما يكون مستوى المياه مثاليا. تصطف على قاع النهر الفريد هذا نباتات مميزة، وعندما تكون الظروف مناسبة تجد عرضا مبهرا من الألوان، الأحمر النابض بالحياة والأصفر المذهل والأخضر الرائع، وكلها تمتزج بالمياه الزرقاء. إنه مثل الدخول إلى قوس قزح حي مع آلاف الدرجات بداخله. يستمر هذا العرض الهائل لبضعة أسابيع فقط من سبتمبر إلى نوفمبر. خلال موسم الأمطار في كولومبيا يتدفق النهر بسرعة وعمق كبيرين، مما يغطي قاع النهر ويحرم النبات من ضوء الشمس الذي يحتاجه ليتحول إلى اللون الأحمر. وفي موسم الجفاف ببساطة لا يوجد ما يكفي من الماء لدعم الحياة النابضة في النهر، لذلك عليك أن تشاهده في الوقت المناسب. السبب وراء شواطئ جزر المالديف المتوهجة في الظلام ليلا ليس اللغز، لكن هذا لا يجعله أقل إثارة للإعجاب. يحدث ذلك بفضل العوائق ذات الإضاءة الحيوية. تشبه هذه المخلوقات الصغيرة كرات الديسكو الصغيرة تحت الماء، حيث ينبعث منها توهج أزرق بارد عندما تكون مضطربة أو أثناء الحركة. تخيل أنك تمشي على طول الشاطئ وتترك وراءك آثار أقدام متوهجة. يمكنك أيضا السباحة ليلا بين هذه العوالق السحرية. اكتشف الباحثون أن تألقها البيولوجية هو في الواقع آلية دفاعية ذكية ضد الحيوانات المفترسة. عندما تومض هذه الكائنات الحية الدقيقة أضواءها الزرقاء الصغيرة فإنها تربك مهاجميها وتفاجئهم، وتنتج العوالق هذا الضوء باستخدام مادة كيميائية تسمى لوسيفيرين. يمكن أن تظهر هذه العوالق الساحرة في أي وقت من السنة، وأفضل الفرص لرؤيتها بكل تألقها هي من يونيو إلى ديسمبر. خلال هذه الفترة يوجد حجم أكبر من العوالق في بحار جزر المالديف، مما يخلق الظروف المثالية لعرض مضيء بعد غروب الشمس وسماء الليل. لن تشهد سحر العوالق ذات الإضاءة الحيوية إلا عندما تقربها تيارات المد والجزر من الشاطئ بأعداد كبيرة. من الصعب التنبؤ بالضبط بمواد حدوث هذا العرض المذهل، لذا تأكد من إجراء البحث والاستعداد لالتقاط صور ذات حساسية ISO عالية لالتقاطها تماما كما تبدو في الصور الدعائية.